سبريس F1, F2 and F3 as a Cartesian vectors. يعني كل فورس نمثلها في ال X وال Y I و G يعني. فال F1 850، عايزين نحللها مرة في اتجاه ال X مرة في اتجاه ال Y. في اتجاه ال X 4 تقسيم الوتر وموجب يبقى I. اتجاه الواي لتحت يبقى ماينس 850 في 3 على 5 جي، معنى كده ان هيساوي 850 تقسيم 5 دول 170 في 4 680 اي، والمية 850 تقسيم 5 قلنا 170 في 3 510 جي، ونكتب نيوتن. يبقى كده خلصنا الفورس الأولانية. طيب بالنسبة ل F2 مدلنا زاوية مع محور الواي، يبقى مع الإكس ساين ومع الواي كوساين، وسالب وسالب، يعني سالب 625 ساين 30 اي ماينس 625 كوساين 30 جي، ماينس 313 اي 625 ماينس 541 جي، ونكتب نيوتن. ويبقى كده خلصنا الفورس الثاني. طيب الفورس الثالثة مدينا زاوية مع محور الواي، يبقى برضو ساين وكوساين ماينس وبلس، يبقى ماينس 750 ساين 45 اي وبلس 750 كوساين 45 جي. طبعا الساين زي الكوساين بالنسبة للخمسة واربعين، 530 اي وزيها جي نيوتن. يبقى كده كمان خلصنا F3.